السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في أي موضوع بتفكر فيه، مجرد بس في الموقع اللي هتكتب الفكرة، هو يبدأ إن هو ينظمها لك. ممكن يكون مثلا عايز تعمل محاضرة عن الذكاء الاصطناعي، فيبدأ يديك أفكار عن الموضوع. عايز تعمل مثلا تسويق، يبدأ إن هو يساعدك في التسويق. عايز تعمل مثلا تسأله أي سؤال، فبدل ما تدور حد صحابك تسأله، هو يبدأ إن هو يساعدك في الموضوع دوت. برضه فيه إن هو يعمل لك صور، فهو مساعد شخصي في حاجات كتير جدا يقدر إن هو يساعدك فيها. في أدوات كتير جدا لكتابة المقال، لإنشاء صفحة وهكذا. طيب خلينا نبدأ مع بعض. نيجي هنا ونقول له ستارت، فتلاقي تمبليت كتيرة جدا. ممكن مثلا عايز ترد على ايميل، ممكن عايز تكتب مقالة، ممكن عايز يعمل لك أفكار، ممكن يساعدك في عمل صور، ممكن يعمل لك تمبليت. ممكن زي ما انت شايف في خدمات كتيرة جدا لا تنتهي. بيخصص لك المحتوى اللي انت عايزه. ممكن تعمل مثلا اعلانات على الانستجرام والفيسبوك وهكذا. ممكن نقول له مثلا عايزين نكتب مقال، فاوتوماتيك ابدا شوف ايه المعلومات اللي انت عايزها. تمام، عايز تكتب مقال مثلا عن الطاقه الشمسيه، عن اوكرانيا، عن اي حاجه انت عايزها، يبدا ان هو يكتبها لك ويحدد له الديتيلز اللي انت عايزها، هو يعمل لك جنريت للمقال على طول. الاوتبوت هيطلع هنا. خلاص بتضغط الزر اي موضوع انت بتفكر فيه، هو يبدا ان هو ينشئه لك. ممكن واحد مثلا عايز يحضر محاضرة عن حاجة معينة، فعنده كمية معلومات كتيرة، فهو عايز ينظم الأفكار بتاعته، فده يساعده. تمام، ممكن يعمل لك مقال مطلوب منك في الجامعة، لكن لازم تكون فاهم، لأن المفروض الدكاترة دلوقتي فاهمة فكرة الذكاء الصناعي، فأي سؤال يسأله يتوقع إن حد يستعمل الذكاء الصناعي، فما يمنعوش، لكن يطالبوا إن هو يناقش الكلام اللي هو كاتبه. ما ينفعش حد يبعت المقال يدولك في ورقة ويقول لك مع السلامة، لا، لازم هو عنده قدرة على المناقشة، وإيه المزايا وإيه العيوب، ولو حد هيكمل بحث بعديه إيه المفروض يكمل فيه وهكذا. ريبلاي لأي ايميل، فبتكتب الايميل اللي انت استقبلته وتقول له جنريت. ممكن يساعدك في كتابة قصة، ممكن يساعدك في الترجمة وهكذا. في حاجات كتير جدا، هو مفتوح ان حد يضيف ادوات، فتلاقي كل شويه حاجات بتتعمل اضافيه، كل شويه بيزودوا الخدمات اللي هم بيعملوها. ممكن مثلا تديله فقره وتقول له اكتب لي اسئله، ففي حاجات كتير جدا. اتمنى ان شاء الله يكون مفيد لكم باذن الله.